أنا بقولها وكل مصر تسمعني، في 10,000 مخالفة يبقى في 10,000 إنسان تم القبض عليه. نائب يسعى إلى مساعدة القيادة السياسية والوقوف بجانبها من أجل وطن أفضل، يسعى إلى تطبيق القانون على الجميع، لا ينظر إلى سلطة أو منصب، كل ما يشغله تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطن. إنه النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي يسعى جاهداً لمنع ظاهرة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، بل ويعمل على وضع أطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائي والتصدي بكل حزم وقوة للتعدي على أراضي الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد. فوفقا لما أعلنه النائب سعد حمودة، فهناك العديد من الشكاوى للجنة الإسكان من عدد كبير من المواطنين بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في عدد من المجمعات السكنية المغلقة كومباوند، ونظرا لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها. وسيتقدم حمودة بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية، على أن يتم كتابة التقرير النهائي بالأوضاع القائمة ومن ثم رفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسؤولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات. لذلك فالجميع وفي المقدمة مجلس النواب يقف مع الدولة بشأن استعادة هيبتها والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، ولن نعود للوراء مرة أخرى. فتحية لرجل يرفع شعار لابد أن يكون القانون معصوب العينين في التطبيق والتنفيذ، فتحية لرجل يؤمن بأن القانون لابد أن يطبق على الجميع، اللي مخالف في غرفة واللي مخالف في قصر، فالجميع سواسية أمام القانون. فتحية للنائب عماد سعد حمودة.